شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الغدية، ولكن قبل الدخول في الموضوع هنالك سؤال يثار، وهذا السؤال هو أنه لماذا الحديث عن الغدية؟ هذه قضية حدثت قبل أكثر من 1000 عام وانتهت، أليس من الأولى أن ننشغل بالتحديات الراهنة التي تواجهنا ونواجهها؟ الجواب على ذلك على نحو الإجمال في نقطتين. النقطة الأولى، الغدير يمثل الخط الفاصل بين الحق والباطل. قضية الحق قضية محورية في حياتنا نحن البشر، معرفة الحق تمثل إحدى الحاجات الفطرية الأساسية للإنسان، كحاجته إلى الطعام والشراب. من هذا المنطلق، منطلق معرفة الحق، نحن نبحث أن النبي صلى الله عليه وآله نبي أولى،
الآن إذا واحد يأتي ويقول قضية النبي قضية تاريخية انتهت هذه القضية، فلا ينبغي أن نبحث أنه كان نبيا أو لا. شنو جواب هذا الإشكال؟ إذا واحد إجا وقال قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى هذه قضية غيبية ميتافيزيقية كما يقولون، فسأل الله واحد يكون له ثلاثة، ليش نبحث عن أن الله واحد أو ثلاثة؟ الله عنده ابن أو ما عنده ابن؟ الملائكة بنات الله أو مو بنات الله؟ فلننشغل بالتحديات الراهنة التي تواجهنا ونواجهها. هذا المنطق صحيح؟ معرفة الحق وبالذات في هذه القضايا الرئيسية له موضوعية في حد ذاته. إذن الغدير يمثل الخط الفاصل بين الحق والباطل، ويجب علينا أن نبحث حول قضية الغدير حتى يتبين الحق من الباطل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الغدير لا يمثل فردا فقط، وإنما يمثل منهجا. عندنا منهج الغدير وعندنا منهج السقيف وعندنا مناهج أخرى. الغدير لا يمثل فقط فردا، ولا يمثل فقط قضية تاريخية، وإنما يمثل منهجا كاملا. ونحن ما دمنا بحاجة إلى هذا المنهج فنحن نحتاج إلى قضية الغدير. بعد هذه المقدمة ندخل في صلب الموضوع. وهو أنه ما هو المنهج الذي يمثله الغدير؟ وما هي أهمية هذا المنهج؟ وما هو موقع هذا المنهج؟ هنالك قاعدة تقول تعرف الأشياء بأضدادها وتعرف الأشياء بأمثالها. إحنا إذا نريد أن نعرف شيئا، موقع شيء، أهمية شيء، عظمة شيء، يجب أن نعرفه من خلال المقارنات. المقارنة تظهر موقع الشيء،
من العجائب اللي يقولونها. يقولون أنه إذا الظلام ما كان عندنا ومراتب للنور ما كانت عندنا، إحنا ما كنا نفهم حقيقة النور. يعني النور إذا ما كان له مراتب وظلام ما كان عندنا، كنا نعرف كل شيء مادي بالنور يعني من المرئيات، أما النور ما كنا نفهمه. يعني نقول هذا هو الجدار وهذا هو الإنسان وهذا هو الشجر، النور وينه؟ وين النور؟ نور ما له وجود. ما كنا نفهم معنى النور. نقول هذا النور الذي بينك وبين هذا الجدار الذي ترى به هذا الجدار، يقول أنا ما أشوف النور، وين النور؟ إنما عرفنا النور من خلال أضداده، وإنما عرفناه من خلال مراتبه. إحنا إذا أردنا أن نعرف منهج الغدير وموقع الغدير وحقيقة الغدير، يجب أن نقوم بعملية مقارنة. النقطة التي نحب أن نشير إليها أن المقارنات على نحوين، ونحن نعتقد أن هذين النحوين نحوان متكاملان، أحدهما يكمل الآخر، ونحن في حاجة إلى كلا النحوين. النحو الأول منهج المقارنات التاريخية. أكو هنالك نقطة، أنه إحنا عندما نريد أن نقيم فرداً أو نقيم منهجاً، التقييم الدقيق يجب أن يتم ضمن ذلك الظرف التاريخي الذي وجد فيه هذا المنهج ووجد فيه هذا الفرد. مو أنه نلاحظ المنهج بشكل تجريدي. يعني أنتوا إذا مثلا، هذا مثال للتقريب، أي مفكر من المفكرين، أي فقيه من الفقهاء، أنتوا الآن تريدون أن تقيموا الشيخ الأعظم، شلون تقيموا؟ هل تقيمون الشيخ الأعظم من خلال فرائده؟ قد يكون عالم الآن موجود بعد 200 عام من الشيخ الأعظم أعلم من الشيخ الأعظم، يعني كتابه أقوى من كتاب الشيخ الأعظم، طبيعي هذا، لأنه العالم اللي الآن موجود يبدأ من حيث انتهى الآخرون مو من حيث بدأ الآخرون. يمكن كتاب العالم الموجود فعلا هذا أقوى من كتاب الفراغ، ولكن هذا لا يعني أن هذا الفقيه أقوى من الشيخ الأعظم. أنتوا إذا تريدون أن تعرفوا عظمة الشيخ الأعظم، يجب أن تلاحظوا الكتب التي كتبت في عهده. شنو كتب أكو في عهد الشيخ؟ شنو كتب أكو قبل الشيخ؟
شنو كتب أكو بعد الشيخ الفترات المقاربة من خلال هذا الظرف التاريخي ومن خلال هذه البيئة ومن خلال هذا الجو المحيط يمكن أن تعرف عظمة الشيخ. وهذه نقطة مهمة في التقييم. الآن لا نمثل ببقية المفكرين التاريخيين اللي كانوا قبل 2000 عام، 3000 عام، 4000 عام، يكفينا هذا المثال. قد يكون كتاب هذا الفقيه أقوى من الفرائد، ولكن الشيخ أقوى منه وهو متقدم عليه. عندما تلاحظون ذلك الظرف وعندما تلاحظون هذا الظرف، أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنهج الأول، الآن نجي إلى المنهج الثاني إن شاء الله. عندما نريد أن نعرف عظمة منهجه يجب أن نلاحظ الجو الذي كان فيه أمير المؤمنين، الحكام الذين كانوا في عهده، الحكام الذين تقدموا، الحكام الذين تأخروا عنه في تلك الفترة. قارنوا هذا الفرد مع ذلك الفرد، وقارنوا هذا المنهج مع ذلك المنهج، يتجلى لكم جانب من جوانب عظمة أمير المؤمنين. طبعا هذا من هوان الدنيا على الله أن يقارن علي بأنداده. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إضطار. فأين الثريا في قصيدة عمرو بن العاص؟ فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي صلوات الله على علي؟ رجل يأتي إلى الثاني. أنا أذكر فقط هذا النموذج، ومن هذه النماذج بالألوف موجودة في التاريخ. هذا النموذج مذكور في تاريخ دمشق وفي شرح ابن أبي الحديد. يقول أنه جاء رجل إلى الثاني وهذا الرجل كان يقال له صبيغ، وسأله سؤال، قال له أخبرني عن الذاريات ذروة. سؤال الله تعالى يقول في سورة الذاريات: والذاريات ذروة. شنو معنى الذاريات؟ قال: الريح تذرو الأوراق وما أشبه ذلك. أنا عندي شك أنه هذا جوابه كان في الواقع. يمكن واحد آخر مجاوب، وإلا كل ما ينقل عنه كان يقول ما أدري. شايفين فد مكان قايل أدري؟ شايفين فد مكان يعرف آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ المهم، بس قد يكون لأنه كان عربيا يعرف هذه الكلمة. قال: أخبرني عن الذاريات ذروة. قال: الريح
قال أخبرني عن الحاملات وقرا، يعني شنو؟ قال السحاب. قال أخبرني عن الجاريات يسرا، قال السفن تمشي بسهولة فوق المياه. ثم أمر به كما في تاريخ دمشق وفي شرح ابن أبي الحديد، ثم أمر به فضربه 100 ضربة. الظاهر هو ضربه، مو أمر بضربه، فضربه 100 ضربة حتى شجه وأدمى رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه. ثم جعله في بيت، يعني غرفة، بيت يعني حجرة، حبس في مكان حتى برأ. بعد ايش قد برأ؟ بعد هاي 100 ضربة، شهر أكثر أقل. فدعا به فضربه 100 أخرى كذلك، 100 ثانية. ثم تركه حتى برأ، خلاه بالسجن في ذاك البيت، بيت يعني غرفة يعني حجرة، حتى برأ وطاب. ودعاه 3 فضربه 103 كذلك. ليش سأل السؤال؟ فقال صبيغ: يا فلان، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. التعذيب أحيانا الموت يكون أهون منه. فأبعده فلان إلى مصر، سجن تعذيب إبعاد، هذا منهج السقيف، هذا المنهج اللي حكم به صدام في العراق. صدام امتداد لهذا المنهج اللي ينقله 2 من علمائهم، مو من علمائنا. ليش سألت سؤالا حول التفسير آية من القرآن؟ حقيقة هذا المنطق الطول العالم ما يضحكون علينا، هذا اطو الى الامريكيين، اطو الى الاوروبيين. واحد مسلم يسأل الخليفة، يعني الذي يقال له خليفة، حول آية من كتاب الله، سجن تعذيب إبعاد. عد قارنوا هذا المنهج بمنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ذلك الرجل الخارجي يقول: قاتله الله من كافر ما أفقه، كافر ولكنه يفقه. فوثب إليه الأصحاب ليؤدبوا، قال: دعوه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو. هذا منهج الغدير، وأنا أولى بالعفو، وهذا منهج السقيف. هذا الظاهر الفقيه الهمداني في كتاب مصباح الفقيه ينقل هذه الرواية، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في صلاته فقرأ لعله ابن الكوى خلفه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فسكت أمير المؤمنين، يعني أنت مشرك، دا يقول للقائد الأعلى للدولة أنت مشرك، وذاك يقول أنت كافر. والإمام تركهم ولم يمنعهم حتى عطاءهم، حتى راتبهم ما منعهم.
هذا النوع الأول منهج المقارنات التاريخية. النوع الثاني منهج المقارنات المعاصرة، وهذه قضية مهمة كما أن الأولى أيضا مهمة. منهج الغدير يمثل منهجا رائدا حتى هذا اليوم، حتى اليوم، بل يمثل منهجا متفوقا حتى هذا اليوم. يعني منهج الغدير أولا منهج رائد، حتى إذا فرضنا الدنيا الحاضرة وصلت إلى بعض مفردات هذا المنهج، ولكن وهو بسبق حائز تفضيلا في ألفية ابن مالك. الإمام كان عند هذا المنهج في عهود الظلم والظلام، مو الآن بعد 1400 عام. وثانيا في هذا المنهج مفردات العالم إلى هذا اليوم ما وصل إليها. هذا هو المنهج الثاني، منهج المقارنات المعاصرة. أنا على نحو العجلة والسرعة أذكر بعض مفردات هذا المنهج اللي في بعض مفرداته الإمام رائد، وفي بعض مفرداته الإمام متفوق، والدنيا إلى هذا اليوم لم تصل. أولا الجماهيرية، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان حاكما يعيش مع الناس، له اتصال مباشر بالناس، يتصل بهم ويعيش معهم ويعيش فيهم ويعيش كأحدهم. أنا الآن ماكو في بالي أي حاكم من حكام الدنيا على الإطلاق، لا مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا ولا كافرا، لا في البلاد المستبدة ولا في البلاد الديمقراطية له هذا المنهج. أكو عندكم حاكم يعيش مع الناس، عنده اتصال مباشر مع الناس؟ ماكو. الآن ماكو في بالي، إذا أكو في بالكم قولوا لي. نموذج مصغر لهذا المنهج ما يفعله مراجع التقليد الذين مشوا على خط أمير المؤمنين وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. مرجع التقليد يأتي ويقعد للجميع، أي واحد يتمكن أن يأتي إلى مرجع التقليد ويتحدث معه، هذا منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج أمير المؤمنين. واحد يقول الآن الدنيا تغيرت تطورت، الأخطار الكامنة، في عهد النبي ما كانت أخطار، النبي ما كان مهدد، أعظم إمبراطوريتين في ذلك اليوم كانت ضد النبي، إمبراطورية الفرس والروم، وبعثوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان محاط بالمشركين، كان محاط باليهود، كان محاط بالمسيحيين، كم مرة حاولوا اغتيال النبي، كان محاط بالمنافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. في هذا الجو المشحون
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاش أجواء الجمل وصفين ونهروان، وكان يعد للحرب الرابعة اللي استشهد صلوات الله عليه. مع ذلك كل يوم كان يأتي إلى صلاة الجماعة، هذا منهج. إحنا في المستقبل إذا شوية وجدنا مقاما، واحد يحتجب عن الناس انتهى، إذا شوية مقام أكو عندنا هذا المنهج في الدنيا. الآن الإمام مو متفوق في هذا المنهج، كل يوم كان يأتي إلى صلاة الجماعة، كل يوم كان يجلس مع الناس ويقضي بينهم. هذه الرواية مذكورة في البحار عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول: كان علي إذا صلى الفجر لم يزل معقب قبلاً إلى أن تطلع الشمس، تعقيبات، فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس فيعلمهم الفقه والقرآن. هو الإمام اللي كان حاكم على أكثر من 50 دولة طبق خارطة اليوم، هو يعلم الناس. الإمام في عهده لمالك الأشتري يقول: لا تحتجب عن الناس، له كلمات لطيفة الإمام، يقول: فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق. ما عنده خلق الحاكم، ما عنده خلق الناس، وقلة علم بالأمور. شوية شوية هذا الحاكم لا يفهم ما يجري في الشارع، ما يدري. ذيك الملكة قالت خلي يأكلون كعك، عندما قالوا ماكو خبز، ما يفهم، يعني يعيش في الأبراج العاجية. والاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح. هذا في نهج البلاغة. في كتاب شرح نهج البلاغة كان لأمير المؤمنين عليه السلام بيت سماه بيت القصص، يلقي الناس فيه رقاعهم. كل واحد عنده شكوى، عنده حكاية، عنده مشكلة، مباشرة مع رئيس الدولة. وهذه الرواية أيضا مذكورة في كتاب صبح الأعشى، ويقول إن أول من اتخذ هذا البيت هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا أولا، والبحث في هذا المجال طويل وطويل، نكتفي بهذا المقدار. ثانيا، رفض التشريفات. حكومة أمير المؤمنين، منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رفض التشريفات. حاكم يعيش كبقية الأفراد، ماكو فرق بين كونه قبل الحكم وبعد الحكم. هذه الرواية مذكورة في نهج البلاغة، قال: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار. الدهقان يعني زعيم الفلاحين، معرب دهبان، فترجلوا له واشتدوا بين يديه. ترجلوا
واشتدوا يعني ركضوا بين يديه كما تفعله الحكومات، مظاهرات، هتافات. فقال: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. عناء في الدنيا وشقاء في الآخرة. ليش هذا العناء؟ وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. تشريفات ماكو، مظاهرات ماكو، هتافات ماكو. الموت ويحيى ماكو. كم دولة في العالم بعد 1400 عام عندها هذا المنهج؟ العفو العام. هذا المنهج إلى الآن الدنيا ما وصلت إليه. أكو دولة في الدنيا إلى الآن واحد يقود حرب ضد الدولة، ماذا يفعلون به؟ الآن كل دول العالم شنو يفعلون؟ جاء رجل إلى عائشة وقال لها: ما تقولين في أم قتلت ولدها؟ قالت: إنه في النار خالدا فيها. قال: ما تقولين في أم قتلت 18,000 واحد من أولادها؟ يعني هي. قالت: أخرجوه عني. وطردته. النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل مع أبي سفيان اللي هو قائد المؤسسة العسكرية اللي خاضت وحركت أكثر من 80 حرب وغزوة ضد النبي صلى الله عليه وآله، أو أقل من ذلك؟ أكو في العالم عندما الحلفاء قبضوا على أعدائهم في الحرب العالمية الثانية، ماذا فعلوا بهم؟ إما يحولون الفرد إلى مجرم حرب، وإما إلى أسير حرب. ولكن النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عفوا عن جميعه، عن عائشة، عن طلحة، عن الزبير، عن عبد الله ابن الزبير اللي كان من ألد أعداء أهل البيت. العفو العام. أكو حاكم إلى هذا القلب الكبير؟ أكو حكومة في الدنيا إلى هذا اليوم لها هذه المنهجية؟ هذا ثالث. الضمان الاجتماعي. الآن الضمان الاجتماعي في الدنيا موجود. إذا واحد فقير الدولة تعطيه راتب. الآن في الغرب منهج الضمان الاجتماعي موجود، ولكنه في حدود محدودة. فقير يعطوك راتب، هذا. ولكن منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه التكفل الكلي الشامل. أكو منهج في الدنيا هكذا؟ إذا واحد يريد أن يتزوج بيت المال يعطيه ماله إذا ما عنده،
أكو بالدنيا هكذا دولة وهكذا حكومة. أي شاب يريد أن يتزوج ما عنده يطول كامل المهر. أكو دولة في العالم، أكو بعض الدول الغنية تعطي معونة، فالمعونة يطول مقدار، أما تكفل ما. أكو دولة في العالم إذا أنتم مديونين يتكفلونكم تكفلا كاملا، حتى إذا مديونين مليون دينار، مو في الحرام وفي التبذير، لا دين، الدولة تتكفل هذا المال كاملا. أكو دولة هالشكل في العالم. الدولة مثل الأب، الأب شنو موقفه تجاه أولاد؟ الأب شنو موقف إذا واحد من أبنائه وقع في الدين والأب متمكن؟ هذا الأب ما يتكفل هذا ابنه إذا كان أبا حقيقة. القائد هالشكل، القائد موقعه إلى الشعب موقع الأب، الضمان الاجتماعي الكامل. أكو منهج في الدنيا هكذا إلى هذا اليوم. فمنهج الإمام صلوات الله عليه ومنهج النبي صلى الله عليه وآله منهج متفوق إلى هذا اليوم. الروايات في هذا المجال كثيرة، بعضها مذكورة في تهذيب الشيخ، التهذيب تهذيب الأحكام، بعضها مذكورة في الوسائل، بعضها مذكورة في مستدرك الوسائل. وقطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله، في نور الثقلين هذا الحديث مذكور، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي. إذا واحد مديون فعلي، إذا واحد ترك عائلة ومات فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. الرفاح، هذه الرواية مذكورة في البحار وفي المناقب وفي فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل وفي كنز العمال. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعما. الكوفة كم مليون كان فيها في ذلك الوقت؟ يمكن 4 ملايين. كل من كان في الكوفة أصبح ناعما. الآن في علم الاقتصاد بحث يختلف عن بقية البحوث الاقتصادية، اسمه بحث الرفاه، وهنالك كتب مكتوبة حول الرفاه. أكو دولة في العالم يمكن أن تدعي هذا الادعاء، تقول في عاصمتي ما أصبح أحد إلا ناعما متنعما. أكو عاصمة من عواصم العالم يمكن أن يقول الرئيس هذا المطلب؟ يمكن قبل عامين 3 أعوام قرأت في تقرير أنه الآن في كل يوم يموت في العالم 25,000 إنسان، يعني من أول ما بدأنا بالحديث إلى الآن حوالي 1,000 واحد ماتوا من الجوع والفقر. في كل يوم يموت من الفقر 25,000 إنسان. هذا المنهج الحاضر، وهذا منهج أمير المؤمنين.
الذي يقول ولعل هنالك بالحجاز أو اليمامة، يمكن في أطراف دولتي أكو فد واحد فقير، أكو فد واحد جائع. الدنيا لا تحتاج إلى هذا المنهج. أكتفي بهذه النقطة. وهذه النقطة التقسيم العام للفائض من بيت المال، هذه النقطة لا نجد لها نظيرا في الدنيا. بيت مال الأمة يعطون للفقراء، يعطون للأيتام، يعطون للموظفين، فكل ما فاض في بيت المال يوزع توزيعا عاما على الجميع. أكو هذا الشيء في الدنيا؟ أو الدول تأخذ الأموال لنفسها؟ وفي بعض الأحيان كانت المبالغ تبلغ أرقاما خيالية. هذه الرواية رأيتها اليوم أو البارحة، حقيقة رواية عجيبة. الرواية مذكورة في شرح نهج البلاغة المجلد الأول صفحة 250. الظاهر أنه بعد حرب الجمل، يقول ثم قسم المال في الذين كانوا، الظاهر يبدو في المقاتلين، هكذا يظهر من الرواية، أي واحد قاتل، فأصاب كل منهم 6,000 درهم. يعني 6,000,000 درهم. وكانوا 12,000 شخصا اللي كل واحد أعطي لهم 6,000,000 درهم. تدرون الدرهم يعني إيش قد؟ الدرهم 10 دراهم تعادل دينار ذهب. الآن دينار ذهب يعني وزن 18 حمصة، إيش قد يكون؟ كم؟ فد مرة أنا كلفت أحد الإخوة حقق في هذا الموضوع، كما ذكر لي أن الدينار الذهب يعني مثقال ذهب يعادل حوالي 13 دينار كويتي، يعني طبق ما نقل لي هذا الرجل كل درهم قيمته أكثر من الدينار الكويتي. كل واحد من هؤلاء حصل على 6,000,000 درهم. والإمام صلوات الله عليه أخذ كأحدهم لأنه كان واحدا منهم، فأتاه آت وقال إن اسمي سقط من كتابك، فدفع سهما. والإمام لم يحصل حتى على درهم واحد. وفي روايات كثيرة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية، ننقل هذه الرواية في الأمالي للشيخ الطوسي، شهدت علي بن أبي طالب أتي بمال عند المساء بالليل فقال اقسموا هذا المال لتبقوا،
فقالوا قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخره إلى غد. الآن ليه؟ فقال تقبلون أني أعيش إلى غد؟ تضمنون ذلك؟ قالوا ماذا بأيدينا؟ كيف نضمن؟ قال فلا تؤخروه حتى تقسموه فأتي بشمع ظلمة فقسموا ذلك المال في ليلته. وهذه رواية أخرى لطيفة في أنساب الأشراف، كان علي عليه الصلاة والسلام يقسم بيننا كل شيء حتى يقسم العطور بين نسائنا. إذا كانوا يجيبون عطر، لعل المراد عطر نسائي، كان يقول الطول النساء كانوا يقسم. هذه بعض معالم منهج الغدير. الحقيقة الدنيا إلى هذا اليوم تحتاج إلى هذا المنهج. نحن إذا تمكنا أن نعرض هذه النماذج على الدنيا، الله تعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هنالك قضيتان تاريخيتان، القضية الأولى أظن أنها مذكورة في الكافي، أنه عندما اليهود سمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، مضمون الرواية، فأسلم عامة اليهود. اليهود اللي الآن تجدونهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أسلم عامتهم يعني جمهورهم. هذه قضية. القضية الثانية، رأيت كتاب قبل فترة يحتوي على مناظرة بحر العلوم مع اليهود، وذاكر المناظرة كلمات اليهود وكلمات بحر العلوم، يمكن قبل 200 عام 240 عام. في بالي يقول بعد هذه المناظرة أسلم 100,000 واحد من اليهود، 100,000 واحد. يعني في الواقع إذا الدنيا تعرف الحقيقة وتعرف منهج الإسلام يدخلون في دين الله أفواجا. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نعرف هذا المنهج للعالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.